مزيد من التفاصيل سيدلي بها بعد حوالي ربع ساعة من الآن مدعي عام الجمهورية الذي سيعقد مؤتمرا صحفيا في مدينة أنسي، وهي مدينة تقع في جبال الألب الفرنسية ليس بعيدا عن الحدود مع سويسرا، وهي المدينة التي شهدت هذا الاعتداء الدامي في إحدى حدائقها التي كانت تكتظ بعدد لا يحصى من السياح كما قال شهود عيان. عند الساعة التاسعة والدقيقة الأربعين بالتوقيت المحلي هنا في فرنسا قفز هذا المعتدي نحو مدخل الحديقة وهو يصرخ، قال كلاما قليلا غير مفهوم، وانقض بسلاح أبيض كان يحمله، سكين تحديدا، انقض به على أطفال كانوا داخل عرباتهم، داخل عربات الأطفال، يعني بيبي سترولر أو بوسيت كما تسمى بالفرنسية، وعلى عرباتهم راح يطعنهم الواحد تلو الآخر، فأصيب أربعة أطفال بجراح، جراحهم خطرة، واثنان من هؤلاء الأطفال الذين تقل أعمارهم جميعا عن 3 سنوات، اثنان منهم حياتهم بخطر شديد، هم الآن بين الحياة والموت، كما جرح شخصان آخران. العدد الإجمالي للجرحى هو 6. المعتدي كان حصل على وضعية لاجئ في السويد في شهر أبريل نيسان، أي قبل حوالي شهر ونصف، وكان طلب في شهر نوفمبر من العام الماضي عام 2022 أن يحصل على وضعية لاجئ هنا في فرنسا من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين، لكنه لم يحصل على هذه الوضعية، وضعية اللاجئ في فرنسا. الشرطة الفرنسية كما نقلت عنها وسائل إعلام كثيرة قالت إن المعتدي يبلغ من العمر 32 عاما وهو يحمل بطاقة لاجئ سوري، طبعا هذا ما تشير إليه البطاقة، لكن التحقيق يتركز الآن حول ما إذا كانت هذه البطاقة عائدة فعلا للشخص الذي ارتكب الاعتداء. يدعى يعني اسمه الأول عبد المسيح كما تقول مصادر الشرطة، وهو دخل إلى فرنسا مؤخرا بطريقة قانونية طبعا بعد حصوله على وضعية اللاجئ في السويد. فاطمة، الرئيس ماكرون وصف الاعتداء بأنه جبان إلى أقصى حدود، وأن كل الأمة تحت هذه الصدمة. رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن ووزير الداخلية جيرال دارمانان يصلان بعد قليل إلى أنسي، وأقصى اليمين وأقصى اليسار اللذان يختلفان سياسيا عادة اتفقا على وصف هذا الهجوم بالمروع،